قد يبدو هؤلاء الأشخاص مجانين أحياناً، فهم مستعدون للغوص في الماء واقتحام النار من أجل التقاط صورة. هم في الحقيقة شغوفون بعملهم ومحترفون حقيقيون. ليس المصور عموماً هو من يضغط على زر لالتقاط صورة، بل من يمتلك موهبة نادرة. لكن أبطال حلقة اليوم من شغف الشباب يقولون أن المثابرة كفيلة بتحقيق ذلك. أظن أن الصورة تحتل المركز الأول في حياتي، لأن كل ما يحركني متعلق بالتصوير. أنا أحيا عندما أصور. الصور تجعل حياتي أكثر سعادة، لأنني أمارس ما يحلو لي، وهذا يوفر لي المال. أستمتع بالصورة وبالتحدث إلى الناس خلال عملية التصوير. من هو المصور؟ صار كل واحد في الفترة الأخيرة يعتبر نفسه مصوراً للأسف، ويوجد عند المصورين نكتة محببة بهذا الصدد: عندما نشتري ناياً يصبح عندك ناي، أما عندما تشتري كاميرا فتصبح مصوراً. هناك من أعجب بالتصوير فوراً، من لديه الشعور بالإيقاع والتراكيب، وهذا بالفعل موهبة من عند الله. ولكنه لم يجرب ذلك أبداً، وفجأة تنكشف هذه الموهبة. يجب على المصور أن يقوم بأشياء كثيرة، وهي ليست متعلقة دائماً بالكبس على الزر. كيف صرت مصوراً؟ حسناً، كانت هذه الهواية عندي من أيام المدرسة، وكانت في البداية رغبة، حيث وقعت في إحدى المرات في مكتبة المدرسة على مجلة المصور الشاب، وكان فيها موضوع عن الصبي فاسيا إيفانوف الذي يصور البجعة، والبجعة جميلة على خلفية قاتمة، وهو يفكر الآن بمعرضه الأول. ففكرت، وماذا ينقصني أنا؟ أريد أيضاً أن أفعل ذلك. صرت مصوراً أيام الجامعة عندما كنا نستخدم الأفلام، حيث لم تكن قد ظهرت بعد الكاميرات الرقمية. وفي إحدى المرات عندما لم تسر الأمور كما يجب في عملي، قررت أنه ما دام التصوير جذبني دائماً يجب أن أتعلمه، فذهبت للعمل في استوديو تصوير. زاولت التصوير لعشر سنوات. كان عند أهلي كاميرا ميلنيتسا وكنت أصور بها. أذكر كم كان هذا الأمر بطيئا جدا وغير ناضج. بعدها رحت أتسلى، وبعد دخول الإنترنت حياتنا بدأت من خلالها أتعلم العمل بواسطة برنامج فوتوشوب ولايت روم. كما وزاولت الموسيقى، لذا كنت أحضر الحفلات وأصور بشكل دائم، ليس من أجل المال بل لأن الأمر يروق لي. كنت أصور كل شيء يعجبني، الناس والحفلات والطبيعة، وحسب المزاج. أذكر أنني اشتريت آلة تصوير جيدة نوعا ما، وبدأت أمارس كل هذا بجدية أكبر. بدأ الناس يثنون علي. عرضت صوري الأولى على الإنترنت وكنت أسأل عن أصحابها. تعرفت فيما بعد على فتاة كانت محترفة جيدة، علمتني أشياء كثيرة، ومنذ ذاك الحين وأنا أمارس التصوير. ولكن أين يختبئ سر النجاح الأهم؟ هناك أناس يقومون بالفعل بأشياء رائعة وعظيمة ولكن لا يعترف بهم، والبعض الآخر يضعون أشياء سخيفة ولكنها تنال الإعجاب. هناك أشياء تناسب الجميع، وإذا خرجت عن هذا الإطار محاولاً فعل ما هو مثير أكثر، فهذا في الأغلب لن يكون مناسباً. الكثير من المصورين عرفوا هذه الأشياء، وصار من الصعب عليهم أن يكونوا فريدين، رغم أنهم يتوقون لذلك. بدأت مزاولة التصوير في الرابعة عشر، وأول تعرف لي على التصوير كان في نادي قصر الكشافة. كنت أذهب إلى هناك إلى يوري فيدوسيفيتش، وهو مصور معروف مارس التصوير على مدى 40 سنة. نقل خبرته للجيل الشاب، وأسعدني الحظ أن أحضر دروسه العملية.
كانت آلة تصوير ميلنيتسا، ومعها بدأت رحلتي. أثار اهتمامي تصوير اللحظة، لحظة السعادة، لحظة الابتسامة، لحظة المشاعر. أجل، يمكن تعلم هذا. أي مصور محترف يمكنه أن يعلم فن التصوير لشخص آخر وكيفية استخدام الكاميرا وما هو التعوق والحجاب وما هو العرض وتعليم التركيب وغيره. أما أن تعلم شخصاً طريقة التفكير تصويرياً فهذا أمر مستحيل. تدفع دراسة أعمال المصورين الآخرين إلى التقدم، وهي عملية ممتعة بحد ذاتها. أحرزت تقدماً ملحوظاً بعد عملي مع عدة مصورين عندما شاهدت كيف يصورون، وتعلمت أشياء منهم أعجبتني. أتقبل النقد وأحاول البحث عن الناس الذين بإمكانهم تقديم النقد البناء. يمكنهم أن يقولوا مثلا: لا يعجبنا عندك الضوء هنا، فأغير مسقط الضوء. أما عندما يقولون: أو ماذا صورت هنا، لا أستطيع فهم شيء، أو هذا لا يحكي عن أي شيء، فمن الواضح أن العمل لا يروق لهم، وأنا لا أحاول تغيير وجهة نظرهم. هناك مسألة دراسة الكتب الأجنبية، ومن الناحية المبدئية يمكن الآن شراء ألبومات المصورين الأجانب في الأسواق. أجل، هي باهظة الثمن، ولكن يمكن من خلالها التعلم. يمكن مشاهدة كيف يصور الآخرون لتبتكر أسلوبا خاصا بك. لا أستطيع الادعاء أن لدي أسلوب خاص، خصوصا وأنني في الفترة الأخيرة أصور كثيرا للأعمال التجارية، وأنا مضطر للتكيف مع الناس وما يحتاجون إليه وليس مع ما أريد. بالطبع أحاول التعامل مع هذا بطريقة خاصة، ولكن عندما أنظر إلى الناتج النهائي لا أستطيع القول أن هذا شيء باهر ومميز. وربما كان هذا من إحدى أسباب مزاولتي في الفترة الأخيرة تصوير الفيديو، إذ يمكنني من خلال هذا التصوير إظهار براعتي أكثر وأن أنفتح أكثر. أسعدني الحظ بالتعرف في سنة 2010 على إيهور، عندما أنشأنا موقعا على الإنترنت وصرنا نرفع إليه الصور وتسجيلات الفيديو. مواضيع الصور الأساسية بدأت من صورة الشارع ومن المشهد. ومن ثم تأتي الصورة الشخصية التي كانت مطلوبة جدا. كما وهناك التصوير الموضوعي. ومن الأشكال المطلوبة أيضا تصوير الحدث. على المصور المناورة والسعي للتخفي حتى يتمكن من التقاط بعض الوقائع. كما وهناك التصوير المجهري، وهو يعني هواة الأمر بشكل خاص. أما بالنسبة لي فلم أحدد بعد أسلوبي لكوني مصور غير معياري. أحببت في البداية تصوير الناس في الشارع وكنت أفعل ذلك بشكل جيد، ولكن بعد انتقالي للعمل في المجلة فرض علي تصوير كل شيء. قد أصور اليوم الطباخ، وغدا المجارير، وبعد غد المدينة، ومن ثم الإعلانات. وأدى هذا إلى إفسادي، ولكن عندما انتقلت إلى العمل الحر وأصبحت فريلانسر كما يتداولون القول اليوم، بدأت أعمل في كل شيء. عملت سابقا في مجلة معنية بالفن، وتعرفت على الكثير من الفنانين، وواصلت العمل مع بعضهم حتى بعد ذلك. وبما أنني كنت أصور الافتتاحيات المختلفة لهذه المجلة، لاحظني منظمو المعارض وأتلقى الدعوات منهم من وقت لآخر، وهذا ما يعجبني.
ولكن موضوع الأساس يبقى الصور الشخصية والناس. أحب العمل جدا مع الدخان ومنقيات الضوء. يجب إيجاد لغة مشتركة مع الشخص، وهذا أمر حساس، فالناس مختلفون جداً، ويجب عليك أن تكون متعمقاً بطباع البشر لإيجاد طريقة للتعامل مع كل شخص، وجعله ينفتح أكثر لكي يظهر على الصورة أفضل ما يمكن. التصوير المحفوظ بالمخاطر مرتبط على الأغلب بالحرارة. صورنا مرتين على الشاطئ تحت أشعة الشمس الحارقة، وكانت الحرارة في حدود 40 درجة، والرمال ساخنة جداً، وكان من الصعب جداً المشي عليها. أما ما يخص التصوير في الخارج، فلقد صورت هناك أسبوع الأزياء في باريس، والصعوبة كانت في أن هذا الوسط غريب عني تماماً، وكانت أولى العروض صعبة جداً، لم أكن أعرف إلى أين يجب أن أنظر وما يجب أن أصور. كان حلمي يومها أن أصور ميلا إيفوفيتش في كييف، لكن لم تسنح لي الفرصة. حدث شيء مضحك معي، حيث كنت في اليوم الأول موجوداً في عرض ديور، وتمكنت من الوصول إلى الكواليس. كان بحوزة آلتي تصوير، واحدة مع عدسة واسعة الزاوية، أي تلك التي تلتقط مساحة كبيرة، وعدسة تلفزيونية التي تقرب المشهد كثيراً. وكنت قد هربت للتو من المنصة، حيث كنت أصور بآلة التصوير ذات العدسة التلفزيونية، وهنا ظهرت تسبح كالبجعة. رميت آلة التصوير من يدي وأخذت الأخرى، ولكنها كانت قديمة ويصعب ضبطها في الضوء الضعيف. راحت تحاول أن تضبط التبؤر مصدرة ذاك الأزيز المخيف، وكان الضوء ضعيفا جدا، وأنا مضطرب، ترتجف يداي، وفي النهاية أسمع الصوت المنشود بيك بيك، الذي يعني أن الضبط تم. اضغط على الزر، انظر، ظهرها في الصورة. أشفق القدر حينها علي بالفعل. منذ عام 2015 دخل موضوع المنافسات إلى التصوير. يمنح المصور 20 دقيقة، أمامه مثلاً قارع طبي، ويجب عليه خلال 20 دقيقة التقاط أفضل صورة له. يقوم بعدها المصورون الأخصائيون بتقييمها، وينال الفائزون جوائز قيمة. We'll be right back.